ما تتميز به هي أن تجف ظروف لا دولية ولا إقليمية ولا وطنية غير كل الظروف السابقة. أولا في علاقتنا بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، علاقة الحزب اليوم بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني علاقة متطورة ومتقدمة، وحنا شركاء تقريبا مع إخوتنا في الحزب. علاقة بين البلدين اليوم كنا نقول أننا مع الحكومة الاشتراكية الحالية، علاقتنا علاقة شبه تامة ومشتركة في كل القضايا، القضايا المتعلقة بعلاقتنا بالاتحاد الأوروبي، القضايا المتعلقة بتواجدنا جميعا في الأمم المتحدة وما لذلك من ارتباط بالنزاع المفتعل حول قضيتنا الوطنية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالاتفاق الفلاحي واتفاق البحري اللي عندنا مع الاتحاد الأوروبي، واللي الاشتراكيين الإسبانيين كانوا أوفياء في تعبيرهم السياسي فأما في الاتحاد الأوروبي. فوق هذا وذاك التنسيق بيننا كدولتين، بالأمس كان عندنا وزير الداخلية لقاء مع وزير الداخلية المغربي، بالأمس كذلك قضايا الهجرة وتجارة السلاح وتجارة المخدرات والأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب هي قضايا فيها تنسيق عميق بيننا وبين الإسبان. بالفعل كاينه بعض القضايا العالقة اجتماعية، ولذلك ستلاحظون فيما هو اجتماعي احنا عندنا مطالب لا لحكومتنا من أجل الحماية الاجتماعية لمهاجرينا، وعندنا مطالب كذلك للحكومة الإسبانية باش تكون العدالة لدوك الأخوات الفلاحات اللي تيجيو ديروا، باش ما توقعش بعض التجاوزات الفردية اللي أدناها جميعا، وكذا من أجل الحق المساهمة في التدبير المحلي لجالياتنا اللي تتأدي الضرائب، اللي هي الجالية الأولى فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والمساهمة في الصندوق ديال الضمان الاجتماعي، اللي هي الجالية الأولى في السلوك ديالها الحضاري والاندماج والمساهمة. هذه الاعتبارات كلها تجعل من حقنا أن نتوجه لأصدقائنا لنطالب بإنصاف هذه الجالية. إذن هي محطة متميزة تجتمع فيها الاتحادين بهدوء، فيها النوع حاضر ليتذاكروا بعضهم البعض، ليبحثوا في قضايا وطنهم، ليبحثوا في القضايا المتعلقة بإقامتهم في هذا الوطن. شكرا لكم. سيدريس يمكن نشوف الاحقاقات المقبلة، نشوف التمثيلية ديال مغاربة العالم في القبة ديال البرلمان. أنا متبع شوية الانتخابات في إسبانيا، وتنعرف أن إسبان ذو أصول مغربية يعني حاملين للجنسية الإسبانية يساهمون في سلطة القرار في الحزب اللي عندنا معه علاقة اللي هو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. كانوا غير بالأمس في اجتماع مع الرقم واحد تقريبا اليوم اللي تيسير الحملة الانتخابية بعد بيدرو سانشيز، وكانت الجهات تبحث الترشيحات. يمكن لي نقول لك أنني سررت أنه كاين ترشيحات نسائية في كاتالانيا أعتقد، وكاين ترشيحات ذكورية في مدريد وكذلك في مناطق أخرى، كاين ترشيحات. ونأمل وأنا أدعو المغاربة الموجودين للمشاركة السياسية القوية سواء بالتصويت أو بالترشيح. خاص أنا تنعرف بلديات أو جماعات هنا في إسبانيا أغلبية سكانها مغاربة، لذلك مشاركتهم السياسية هي اللي غتمكنهم غدا يكونوا في تسيير هذه الجماعات. جماعات أعرفها في إسبانيا
كما قلت لك الأغلبية المقيمة فيها تجد فيها غير 3000 ساكنة ولا 2000 ولا كذا، خاصة في البوادي أغلب الساكنة ديالها مغربية، لكن مسيري هذه الجماعات تيكونوا ما فيهم حتى مغربي. لذلك بس إدريس التمثيلية ديال المغاربة في البرلمان المغربي هذا قرار ديال الحكومة، ولكن انتم انا يمكن لي نهضر على قرارنا حنا في الاتحاد الاشتراكي مع المشاركة السياسية للممثلين الجالية في كافة مؤسسات الحكامة في المغرب، ماشي غير البرلمان، مجلس الجالية ومجلس حقوق الإنسان والمجالس كلها لابد أن تراعى تمثيليته إخواننا المقيمين في الخارج.